اتنين ايه، ورجعت لكم باكله جديده من بيت العيله واكلات نرمين. النهارده اكلتنا حلوه خالص، هتعجبكم قوي قوي، سهله جدا 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 زي ما احنا متعودين. اي حد فينا يقدر يقوم، او اي حد فيكم يقدر يقوم يحضرها بمنتهى السهوله وبمنتهى البساطه. واول مره يعني في نوع رز معين انا اول مره اعمله على القناه، هيعجبكم قوي قوي جدا جدا. انا عاده بعمله كتير، طعمه بيبقى فوق الرائع بجد، حلو قوي. ما تجروش الفيديو، ما تفصلوش الفيديو، استنوا للاخر، اكيد هتستفادوا او تطلعوا منه باي حاجه تفيدكم. يعني في بدايه الفيديو افكركم باللايك والشير والسبسكرايب، زي انتوا جداد على قناه بيت العيله واكلات نرمين، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما اعمل وصفه جديده توصل لحضراتكم. يلا بينا نشوف وصفه النهارده او اكله النهارده. غدا سريع جدا، سهل خالص خالص خالص، يعني خلاص الدراسه على الابواب، عايزه تعملي غدا بسرعه. انا عاده بحضر كل حاجه الصبح. مع بعض نشوف اكلتنا النهارده بتتكلم على ايه، وايه هي الاكله السهله البسيطه لاي حد فينا يقدر يقوم يحضرها بمنتهى السهوله. يلا بينا. زي ما حضراتكم شايفين كده معايا حته لحمه اسمها عرق الفيليتو، دي حته حلوه جدا جدا، احسن حته يعني في الجاموسه اسفه او في البقره، زي يعني ما الجزار بيبقى دابح، يعني جاموسه او بقره مش عارفه هو بيبقى دابح ايه بصراحه. طبعا انا بجيب العرق على بعضه زي ما يجي، 2.5 كيلو، 2.25 كيلو، يعني زي ما بيجي العرق، هو عاده لازم تجيبيه كله. انا جبته قسمته نصين، خدت نص قدامكم زي ما انتم شفتوا، والنص التاني شلته في الفريزر. طبعا برضو النص اللي انا قسمته الاولاني مش هعمله كله، انا هاخد بس منه 5 قطع بس، والباقي هشيله تاني في الفريزر اعمل بيه اي اكله، اي طبخه يعني بتنفع في اي حاجه عرق الفيليتو، مش شرط مشوي بس. طبعا انا خدت 4 قطع على عددنا، وخدت حته زياده، قلت ربما عسى حد يحب ياخد حته تانية، يدخل علينا حد واحنا بنتعشى، فاللي هو ابقى عامله ايه حسابي بس كده، مش بكميه اللحمه يا جماعه. انا يعني حته صغنونه قد كده هي اللي الجسم بيبقى محتاجها، مش لازم اكل لحمه 3 4 5 6 حتت، ولو كده يبقى انا مش باكل لحمه، لا لا خالص، يعني ابسولوتلي جسمنا محتاج حتة صغنونة، وكتر اللحمة بيعمل نقرس في الرجل والكلام اللي احنا عارفينه ده. يعني هنتبل طبعا اللحمة المشوية بتاعتنا، احنا اكيد كلنا حفظنا التتبيلة مع بعض، طماطم، بصل، فلفل اخضر، فلفل الوان، توابل بتاعتنا، توم باودر، بصل باودر، فلفل اسمر، كمون، جوزة الطيب، ملح حسب الرغبة. خد الكلام ده كله اضربه في الخلاط، لو مش حابة ممكن تقطعي كل حاجة مكعبات صغنونة او شرايح وتتبلي بيها كده او كده، اللي يريحك اعملي. طبعا انا هعمل رز زي ما قلت لكم، طعمه حلو قوي، هيعجبكم قوي قوي قوي. دي كبد وقوانص انا كنت شايلاها في الثلاجه، يعني عاده لما بجيب كبده او مثلا بط ولا حاجه بجيب كبده، لما بجيب فراخ بغسل الكبد والقوانص بتاعتهم بشيلها في الثلاجه، جبت بطايه مثلا اغسل الكبد والقوانص بتاعتها اشيلها في الثلاجه، اقول ايه في الاخر المهم خالص، واعمل بيهم ايه، اعمل بيهم اي وصفه. فانا لميت كل دوت وخدته طبعا، قطعتهم وغسلتهم كويس جدا، هتبلهم بقى معلقه كزبره ناشفه حلوه قوي، كل طبق احط فيه نفس التوابل، ليمون، توم باودر، بصل باودر، جنزبيل اساسي، واقلب الكلام ده كله كويس قوي، شطه طبعا لو حابين، مش حابين وبتشتكوا من اي مشاكل بسبب الشطه بلاشها خالص. هسيب الكلام ده كله يتبل شويه مثلا على قد ما انا عايزاه، نص ساعه، ساعه، ساعتين، براحتك خالص. معايا طاسة على البوتاجاز هسيبها تسخن قوي قوي قوي، وهحط فيها معلقه زبده، وهنزل اول حاجه بالقوانص، لان احنا عارفين ان القوانص بتاخد سوى عن الكبده، لان الكبده بتستوي بسرعه جدا. اهم حاجه الصدمه اللي انا هعملها القوانص دي، هتخليها معايا تحتفظ بميتها، ولما اجي اكلها احس ان هي طريه مش ناشفه وبتشد في بقي، لا اهم حاجه الخطوه دي. وبس كده هغطي عليها لحد ما ايه ما تستوي اهو، عايزه اقول لكم ريحه خطيره لسه ما خلصتش. وفي التتبيله بنحط معلقه خل كده حلوه برده، خلي مهم جدا واحنا بنعمل الكبد والقوانص، بيشيل منها اي ريحه زفاره، مش هتشملها ريحه زفاره خالص. معايا حل على النار احط فيها معلقتين ثلاثه سكر كده حلوين عشان اكرملهم، اوطي النار شمعه واسيبهم يكرملوا مع نفسهم. الكبده القوانص اسفه دخلت خلاص في مرحله السوى، معايا بقى معلقه توم مفروم بفلفل اخضر، انا بفرمه وبشيله في الفريزر، ما عندكيش هتجيبي قرن فلفل اخضر او قرن فلفل احمر وفصين توم، وتحطي عليهم شويه كزبره وشويه كمون وشويه ملح، وتدقيهم كويس قوي وتحطيهم على القوانص بتاعتك، بس بعد ما خلاص تستوي بنسبه مثلا 50%. السكر بتاعي خلاص الكرمل يا جماعه، لما تيجوا تكرملوا سكر ما تحطيش فيه معلقه خالص، اهم حاجه توطي النار شمع وهو هيكرمل لوحده معاكي كده. هجيب بقى معلقه زبده حلوه احطها على السكر بعد ما تكرمل،
هو ده اللون المناسب اللي انا عايزاه. حابه اغمق سيكه عن كده مفيش مشكله، بس خلي بالك لا يتحرق منك. معلقه الزبده دي مهمه جدا جدا جدا، هي اللي هتفك لي السكر ومش هتخليه يكلكع معايا ولا يعمل اي كلاكيه. برضه احط من معلقه لمعلقتين زيت، على برضه الكلام ده كله على حسب كميه الرز اللي انت هتعمليها. يعني انا عامله تقريبا مثلا بتاع كوبايتين رز او كوبايه وربع، يعني انا بعمل رز قليل جدا. انت طبعا هتعملي كميه رز كتيره هتكتري طبعا الزبده وهتكتري الزيت. هتعملي شويه صغيره هتعملي زي كده، يعني انا حاطه مثلا من معلقه لمعلقتين زيت، بس هي دي تقريبا معلقه واحده زيت يعني. وقطعت بصلايه مكعبات كده صغنونه جدا زي ما انتم شايفين، هقليها شويه هسيبها تتقلى. القوارص بتاعتي استوت، هاجي انزل بالكبده بتاعتي وهغطي عليها مش هحط اي حاجه. البصله بتاعتي بعد ما اتقلت شويه حطيت عليها معلقه صغنونه كده قرفه تدي للرز طعم حلو قوي. غسلت الرز ونزلت بيه وحطيت الملح بتاعي وهقلب. انا حطيت معلقه دبس رمان بس اسفه ما جاتش مش عارفه ليه. بس كده ازازه الدبس الرمان كان فيها يعني اخر معلقه انا حطيتها، حطيت في الازازه شويه ميه ورجيتهم كده وفضيتهم على الرز، يعني قلت يكاد يكون الازازه لسه فيها حاجه ولا محتاجه، الحركه الشهيره بتاعت كل ست مصريه يعني، حبه ميه في الخلاط بعد ما نضرب القوطه، حبه ميه في الازازه لو فيها اي حاجه، المهم نتاكد ان احنا رمينا الازازه فاضيه زي ما انتوا شفتوا. حطيت فيها شويه ميه وهزتها كده وقلت ربما عسى يكون فيها حاجه، ونزلت بيها على الرز ونزلت مثلا بشويه ميه سخنه صغنونه جدا لان انا مش محتاجه خلاص، وظبطت ملحي وغطى عليه زي رز عادي زي اي رز. واول ما يتشرب طبعا هتوطي النار شمعه وخلاص، واذا احتاج ميه هتحطي شويه ميه وتغطي. الكبده والقوانص بتاعتي خلاص استوت، حطي بقى معلقه دبس رمان حلوه كده، ما عندكيش دبس رمان حطي كشطب كاتشب، لا انا الدنيا مش مظبوطه عندي النهارده في النطق مش عارفه ليه. مفيش كشتب، هتحطي عسل اسود معلقه صغننه، مفيش ده وده وده، حلو قوي كده تمام زي الفل، مش محتاجين حاجه. ظبطي ملحك وخلاص، حابه تحطي سنه شطه حطي، مش حابه بلاش، حابه تقطعي قرن فلفل اخضر بارد او حامي اللي يريحك طبعا. وبس كده خلصنا اكلنا ورز على النار. هنيجي طبعا للحمه هنشويها، اللحمه دي قعدت في التتبيله يعني لازم تقعد في التتبيله مش اقل من ساعتين يا جماعه، لو حابه اكتر من كده مفيش اي مشكله، بس يعني دي فيها بقى بلاستيك راب او المونيوم او غطيها باي حاجه ودخليها التلاجه لو هتسيبيها وقت طويل يعني. هاجي على الشوايه بتاعتي سخنت قوي، نزلت باللحمه بتاعتي حطيتها عليها، طبعا لو في بقى فلفل اخضر بصل طماطم الحاجات دي كلها بتدي طعم وريحه حلوه قوي قوي للاكل وهو بيتشوي. انا غطيت عليها، اخدت وقتها طبعا يعني ما تقعدش كتير يعني مثلا دقيقتين ثلاثه، وهقلبها على الوش التاني عشان برضه تاخد لون وتستوي. هي اللحمه اصلا دي عايزه اقول لكم دايبه لوحدها مش محتاجه سوى، يعني احسن حته لحمه تجيبيها هي عرق الفليتو ده، حلو جدا جدا جدا، ممكن تجيبيه وتطبخيه برضه مش هيقول لا. هو بس الحاجه الوحشه اللي هو فيه ان هو لازم تجيبيه على بعضه، يعني مش بينفع اروح اجيب كيلو مثلا او كيلو ونص او نص كيلو، لا هو بيتجاب كله على بعضه. انت ممكن مثلا تجيبيه ان هو ده خلاص دي لحمه الشهر او لحمه الاسبوع زي ما انت بتستهلكي لحمه يعني، وتقطعيه وتشيليه في الفريزر يعني على قدك بقى، تقطعي الكميه المناسبه معاكي في كل وجبه. بس حلو خلصنا الرز استوى والكبد والقوانص بتاعتنا استوت وغرفنا الاكل. بصوا طبق اللحمه اللي عامل ازاي، ولا طبق الرز عايزه اقول لكم انا عاجبني قوي قوي طبق الرز بالكبد والقوانص، بجد تحفه تحفه. يعني لما تيجي تجيبي فراخ يعني مش لازم كل مره تسلقي الكبده بتاعت الفرخه، شيليها. عايزه اقول لك مره مع مره مع مره هتيجي اخر الاسبوع هتلاقي عندك كميه كبد وقوانص حلوه قوي، يعني ممكن مثلا تعمل معاكي نص كيلو، تعمل معاكي كيلو الا ربع، اذا كان استهلاكك في الاسبوع كتير تبقى عندك كميه كبيره. ينفع تعملي طبق زي ده بيبقى حلو قوي بجد، عايزه اقول لك هو لوحده كده وجبه، جميل قوي قوي قوي. واللحمه المشويه ريحتها حلوه بجد خطيره، غدا سريع جدا ما اخدناش اي وقت وسهل وبسيط. هنعمل بقى هنكتفي بكده؟ لا نعمل طبق سلطه، السلطه مهمه قوي يا جماعه قوي قوي، يعني احنا بنستهتر بطبق السلطه ده، بس طبق السلطه ده مهم جدا فعلا. اي فلفل، فلفل الوان برده حلوه قوي في السلطه، لو عندك احمر او اصفر او اخضر حطي،
الطماطم طبعا، السلطه حسب الكميه اللي انت عايزاها. انا هعمل طبق على قدنا، انت بقى عايزه اكتر اعملي، عايزه اقل قللي، اللي يريحك اعمليه. قطعت الطماطم، هقطع الخيار طبعا مكعبات، برضو طريقه السلطه دي في ايدك، وما عليا ان انا بديكي افكار مش اكتر ولا اقل، واكيد انت شاطره واشطر مني، واكيد عندك ايه تقطيعات احسن مني كتير طبعا. انا اجي ايه جنب ستات البيوت الماهرات الشاطرين، مجيش حاجه. طبعا هقطع بقدونس للسلطه، والجرجير يا جماعه ما تنسوش الجرجير، بجد الجرجير ده حاجه يعني خضار مهم جدا، وبالذات الصبح على الفطار مهمه قوي قوي. معايا بصلايه حلوه قطعتها، هعصر طبعا ليمون، وهحط على البصلايه شويه ملح وشويه سماق، السماق برضو حلو قوي بيدي للسلطه طعم حلو قوي. هقلبهم زي ما انتم شايفين، كله بايدينا، اشتغل بايدينا، يعني ايه المشكله، ايدينا نظيفه، غسلنا بدل مره 90,000 مره. وخلصنا السلطه، وخلصنا اللحمه المشويه بتاعتنا، وعملنا الرز الجميل بالسكر المكرمل، بجد حلو قوي. انا نفسي بجد تجربوا طريقه الرز دي، هتعجبكم قوي، هتاكلوا وتدعوا لي. خلصنا ايه؟ خلصنا ايه؟ انا محتاجه حد يعدل لي اللغه بتاعتي، بايظه يعني يا جماعه، لو في اخصائي يظبط لي اللغه بتاعتي يقول لي. اخصائي يظبط اللغه عندي عشان انا شكلي خلاص. بصوا ده سن التخلف العقلي اللي انا فيه. بعد ما خلصنا بقى ايه؟ خلصنا دي. بعد ما خلصنا اكلتنا، عملنا لحمه مشويه جميله جدا. الحته دي اسمها في الجاموسه اسفه، او في البقره يعني، من عند الجزار، اسمه عرق الفيليتو. هو بيتباع على بعضه كده زي ما يجي، 2.5 كيلو، 2 كيلو وربع، على حسب، بيبقى فيه عرق كبير وفيه عرق صغير. انا بجيبه زي ما انتم شفتوا في الفيديو كده، بجيبه بقطعه، انا قطعته نصين، طلعته نص قدامكم كده، اخدت منه اربع قطط. لا انا عايزه اخصائي كلام يا جماعه يظبطني، يعني خدت منه 4 قطع، لا 5، قلت 4، احنا 4، وخدت حته زياده، قلت ربما وعسى حد يبقى نفسه في حته تانية يعني. بس هو عاده ما بنعوزهاش، بس انا برضو يعني ايه بحب احط حته دايما زياده. انا بوريكي يعني، ممكن تجيبي العرق على بعضه وتسيبيه سليم وتقطعي منه، وزي ما انت شفتي الباقي انا قطعته وحطيته في اطباق وشلته في الفريزر تاني، بس كده. ودي كبد وقوانص كانت بتاعت فراخ عندي، انا كل ما بجيب فراخ بغسل الكبد والقوانص بتاعتها وبشيلها، فقلت اعمل رز زي ما انتم شايفين اللي هو الرز البني دوت بالكبد والقوانص، طعمه بيبقى حلو جدا جدا. وعملنا شويه سلطه، غدا سهل وبسيط خالص خالص خالص، تقدري تعمليه لو انت في ايام المدارس وجايه من شغلك متاخره، مش هتكملي عايزه اقول لك نص ساعه في المطبخ. ودي كانت اكلتي النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم ولو باي حاجه بسيطه. تعالوا بقى مع بعض نشوف الرز الجميل بتاعنا ده، بصوا طعمه عامل ازاي، عايزه اقول لكم بصوا. توتا وانت بتصوري؟ اه يا ماما. طب مش تقولي لي؟ بصور. ماشي يا جماعه، الاكل طعمه تحفه، حلو جدا جدا بجد. جربت طريقه الرز دي، هتعجبكم قوي قوي قوي. السلطه طبعا، لا مش قادره اسيب طبق الرز ده بصراحه. عايزه اقول لكم اختراع، هتندموا كتير لو ما جربتوش. يا رب تكونوا قدرتوا تستفادوا مني ولو اي حاجه بسيطه. انا طفصه بس بجد عايزه اقول لكم طبق الرز ده رائع، حلو جدا جدا، ينفع وجبه غدا كده لوحدها، تكتري بقى في الكبد والقوانص وكده، وتبقى وجبه غدا لوحدها كده، حلوه قوي قوي قوي. اشوفكم في اكله جديده من بيت العيله واكلات نرمين، وباي باي.